السلام عليكم، اهلا فيكم فيديو جديد. طبعا اليوم راح نتكلم معاكم عن افضل شاحن وايرلس بالنسبه لي، وهو البديل عن الاير باور. بما ان نابل اقتلت الاير باور، الشركه هذه تبيع شاحن وايرلس تقريبا من قبل سنه، لكن بعد ابل ما اعلنت انها اقتلت الاير باور في نفس اليوم دخلت الموقع بشتري القطعه هذه اللي حطها في بالي من زمان، لكن قلت اشتري الاير باور افضل من هذه، بما ان الاير باور ما اشتغل في السيستم في الايفون، يعني من ابل فراح يكون افضل. لكن ابل اقتلته، ففتحت الموقع بشتري منهم الا شوي حطنا اعلان ان الكمية مخلصة كلها. طلبته وانتظرت اسبوعين ثلاث اسابيع واخيرا جالي، فراح نبدا معاكم نشوف لكم المراجعة. طبعا جربتها الى الان لاسبوعين، فالقطعة ممتازة ممتازة ممتازة. اذا عندك ايفون، عندك ايربودز، عندك ساعة ابل، عندك ايفون ثاني او جوال ثاني جالكسي او شيء، القطعة جبارة. القطعة تحس فيها كواليتي، تحس فيها صدق تدلع جوالك. صحيح تبي تدلع جوالك او اي جهاز عندك استخدم القطعة. طبعا اللي يعرف الشاحن اللي سويت له مراجعة من قبل، هذا الشاحن اللي هو ما ادري هل يعتبر شاحن، اللي هو السلك مع باور بانك، فتحط جوالك يشحن كسلك، واذا كنت بتطلع برا تقدر تفصل السلك تاخذه معك كباور بانك يصير عندك نفس السلك. هذه المراجعه حطها تحت في الوصف اللي يبي يشوفها واللي يبي يشتري القطعه دي. طبعا الشحن الوايرلس من نفس الشركه هذه، فاتوقع انه رخيص غالي لكن يستاهل. قطعه اذا ما قلت لكم ابداع، انا عارف انكم تنتظرون تشوفونها، فاوريكم اياها الحين. طبعا كبدايه راح اتكلم معكم عن الشواحن الوايرلس اللي عندي. طبعا هذه القطعه سويت لها مراجعه موجوده تحت في الوصف اللي بيشتريها، ممتازه لكن عيبها انها بلاستيك بالنسبه لي، يعني الكواليتي حقها رخيص. هذه القطعه برضو كويسه ما فيها اي شيء، الالمنيوم الحلو فيها انها فيها لمبه، سويت لها برضو مراجعه موجوده تحت، ممتازه لكن حلو على مكتب يمكن. هذه القطعه اول قطعه سويت لها اللي هي اللوجيك، تكلمت عنها كثير، افضل واحده منهم كلهم. طبعا تدعم ابل وما تنباع الا في متاجر ابل، شركه لوجيك بسويت خصيصاً حق أبل، فمية في المية تدعم أبل أفضل منهم كلهم. ممتازة ما فيها أي شيء مثل ما قلت لكم. حلو فيها برضو إن فيها فتحة من تحت تحط الجهاز كذا يشحن، تكلمت عنها من زمان وفي المراجعة برضو، المراجعة عندكم تحت. والحلو فيها برضو إن فيها لمبة هنا تتم شغالة على طول أول ما حطها، مثل ما نشوف اللمبة ولعت باللون الأبيض بس طافي شوي لأن الإضاءة هنا عالية فما راح تبين. هذه اللمبة تتم شغالة عندك على طول، هذا اللي يعجبني إني أشوف الجهاز هل يشحن ولا ما يشحن. هذه فيها لمبة برضو في الجوانب تتم شقالة، حلو عشان نعرف الجهاز يشحن وما يشحن. هذه الاثنتين مشكلة ما تولع، لو انك تحط الجهاز تولع اللمبة اللي تحت بالاخضر بعد دقيقة تطفي، فكل مرة اجي احرك الجهاز ما ادري هل السلك ما راح يشحن ولا ما يشحن. فبعض الاشخاص يشوفونها ميزة، بعض الاشخاص ما يشوفونها ميزة. رواد كلهم موجودين تحت في الوصف اللي بيشوفوا المراجعات حقتهم والاسعار وكل شيء. اليوم نجيكم للقطعة اللي هي بالنسبة لي افضل قطعة، وتبون الصراحة الكواليتي حقها بالنسبة لي افضل من الاير باور برضو مالت ابل. هذه نشوفها، طبعا في نسختين راح نتكلم عن هذه النسخة الحين. نشوف يجينا معها هذه، لو نفتحها طبعا فتحت لكم يوم سويت مراجعة للسلك هذا مع الباتري، استيكرات موجودين والورنتي والأشياء ذي كلها، ما راح نفتحها الحين. نفتح معكم القطعة، نتكلم بس بسرعة عن ميزات القطعة والأشياء اللي فيها. فيها حامي عن الفولت دروب والأشياء ذي كلها وعن الحرارة، أشياء معروفة. ممكن تشحن لك الايفون 7.5 واط، هذا الشحن السريع للايفون إلى الآن، ما أدري أبل قدام راح تسرع الشحن ولا لا. مثل ما نشوف هنا هذي لي شحن 5 واط و 7.5 واط للايفون، وشحنهم برضو 10 واط للأندرويد، لكن هذه ما تشحن الأندرويد. تحط جوالك الأندرويد راح يشحن أي جوال، بس ما راح يعطيك 10 واط، يعطيك 7.5 واط، ما راح يعطيك الشحن السريع لجوالك، لأن هذه شركة مسوية تخصيصا لأبل، فما أدري الأشياء كلها اللي موجودة برا. مثل ما قلت لكم في نسختين، في نسخة راح يكون بس هذا الدوك ما فيها مكان للساعة، فراح تشحن جوالك والسماعة مثلا، ما تقدر تشحن الساعة فيه لأن الساعة لازم يكون عندك شاحن أبل الرسمي. ففي نسخة بدون هذه مثل ما قلت لكم، وفي نسخة بهذه. راح أحط لكم رابط هذه الشراء وتشوفون في الموقع، تقدرون تروحون وتشوفون القطعة اللي بدون شحن الساعة، سعر القطعة وكل شيء في الرابط موجود تحت، تقطع الرابط وفتح. ما أدري يمكن بعد ما تشوفون بعد سنة أو سنتين يتغير سعرها، ما أدري، فما راح أقول سعرها. افتحوا الرابط تحت تشوفون السعر. نفتح معكم القطعة، شوفوا كيف الإبداع. طبعا الشاحن يجيكم أمريكي ويجي معاه UK اللي هو يركب في السعودية ودول الخليج، هذا الشاحن اللي ما أدري حق منه، فتقدر تغير القطعة دي بكيفك، أنت تفتحها وتغيرها. أنا بما أني في أمريكا راح أستخدم هذا. شوفوا القطعة، شوفوا كيف هذا جلد، في حتى فتحات شوي خفيفة مثل ما نشوف، يعني تقدر تضغط عليه شوي. فيها الشاحن حق ساعة أبل، مثل الشاحن هذا جاي فيها على طول مثل ما نشوف هنا. إذا حطيت جوالك بالطول راح يشحن على هذا، إذا حطيتها بالعرض راح يشحن على الوسطي مثل ما نشوف، لأن في ثلاثة كويرز. تقدر تحط جوالك بالطول، تحط سماعة أبل هنا الإيربودز راح تشحن هنا السماعة ويشحن الآيفون هنا. فنبدأ الحين ونشوف بس كيف الدقة في الصناعة. نشوف هنا الربر موجود، خلينا نركبه في الشاحن. نشوف القطعة،
هذا ركبته بالشاحن. طبعا الحلو فيها القطعة انه في حساس، لو تحط الجهاز يشحن فيها هنا ثلاث لمبات تحت تعلمك اي كويل قاعد يشحن. الكويل اللي تقريبا اسمه اللي هو النحاس اللي يشحن بالجهاز. الحلو فيها بعد مثل ما نشوف هنا الربر اللي موجود يخلي لو انك تحط الساعة ما تتشمخ الساعة ولا تنزل على الالومنيوم، تحطها كذا تبدأ تشحن. فمثل ما نشوف لو نحط الجوال يشحن قاعد يشحن، ومثل ما نشوف اللمبة اللي مولعة من تحت بالحمرة الوسطية، فيتعلمك ان الكويل الوسط قاعد يشحن. لما تحطه على جنب مثل ما نشوف نحط الجوال، اللمبة على اليمين ولعت، نحط سماعة ابل، فالحين مثل ما نشوف اللمبتين مولعين فيتشحن جوالك والسماعة في نفس الوقت والساعة برضه في نفس الوقت. لكن الساعة المشكلة ان ما فيها لمبة خاصة فيها في الشحن. وبس هذه القطعة وهذا ميزاتها. الحلو فيها مثل ما قلت لكم فيها سنسر ورا، فالإنارة هنا على حسب الإضاءة عندك، لو صار في الليل ما راح تنور قوي، راح تكون إضاءة خفيفة. لو نحط مثلا فلاش على السنسر الورا راح نشوف الإضاءة هذه تقوى، ولو انه في الدارك مثلا لو انه اكتمها وين الحساس بالضبط، هذا الحساس لو انه اكتمها كذا مثل ما نشوف الإضاءة صارت اخف، ولو انه اوخر ايدي راح تشوف الإضاءة تقوى قوت كذا. فالشركة مدققة على أصغر التفاصيل. مثل ما نشوف الحين الساعة تشحن، السماعة تشحن، تجي تحط ايفونك، ايفونك يشحن، ثلاثة أجهزة في نفس الوقت. قطعة ممتازة وجبارة، وانصح كل شخص يبي يدلع أجهزة وعنده أجهزة عنده سماعة ساعة وكل شيء اشتري ذي القطعة في المكتب في أي مكان جنبك على السرير وانت بتنام، يعني قطعة حلوة. هذه القطعة اللي راح استخدمها الحين بدل هذه القطعة دي كانت موجودة عندي يوم راسي إذا كنت أنام استخدم هذه اشحن فيها الجوال، لكن الحين هذه راح تستبدل. هذه القطعة اللي أنصح كل شخص عنده آيفون عنده جالكسي أي جهاز يبي يدلع جهاز يشتري ذي القطعة. ومثل ما قلت لكم إذا كان مثلا عندك آيفون بس ما عندك ساعة أبل ولا تستخدم الساعة، في واحدة تجيك بأرخص ما فيها مكان ساعة فتكون القطعة بدون شحن الساعة، أنت بكيفك يعني. ففي نهاية الفيديو تنسون الاشتراك في القناة ونشر المقطع وعمل لايك المقطع، ورابط القطعة تحت موجود مع سعرها وكل شيء، والسلام عليكم.